أعلن سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثامنة من جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة وذلك بدءا من الأول من أبريل وحتى الخامس عشر من أبريل 2024. بهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن تزامن الجائزة في دورته هذا العام مع اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاة مقاليد الحكم في مملكة البحرين يؤكد ما وصلت إليه الصحافة والإعلام في مملكة البحرين من مكانة رائدة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم والذي أتاح لها كل مقاومة التطور والازدهار ومكنها من القيام برسالتها النبيلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في كل القطاعات في ظل قيادة جلالته الحكيمة يده الله وأضاف سعادته أن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تشكل حدثا نوعيا في مسيرة العمل الصحفي بمملكة البحرين منذ إطلاقها في عام 2016 وتعكس ما يليه صاحب السمو الملكي ولي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من رعاية واهتمام بالصحافة والصحفيين الأمر الذي يشكل حافزا لهم على القيام بدورهم في خدمة قضايا الوطن والتعبير عن تطلعات المواطنين وكشف سعادة وزير الإعلام أن الدورة الثامنة للجائزة هذا العام شهدت تطورا وتنوعا في مجالاتها وفئاتها حيث تم إضافة ست جوائز جديدة ليصبح مجموعها عشر جوائز صحفية إضافة إلى تكريم شخصية العام الصحفية وإدراج المحتوى الرقمي ومشاريع طلبة الصحافة ضمن الفئات المتنافسة وإضافة فعاليات مصاحبة على هامش حفل الجائزة وتشكيل أمانة عامة للجائزة ضمن الوزارة وبين سعادتها ان فئات الجائزه في الدوره الثامنه ستشمل افضل عمود راي وافضل تحقيق صحفي وافضل حوار صحفي وافضل صوره صحفيه وافضل صفحه متخصصه او ملحق وافضل محتوى صحفي مرئي فيديو بالاضافه الى افضل انفوغرافيك وافضل موقع او حساب اخباري لمؤسسه صحفيه وافضل مشروع صحفي طلابي للجامعات. وايضا منح جائزه شخصيه العام الصحفيه والتي ستمنح سنويا شخصيه صحفيه بحرينيه تقديرا لاسهاماتها في مجال الصحافه ولما قدمته من اعمال وقامت به من ادوار اثرت اثرت المشهد الصحفي وتركت بصمات واضحه لمسيره الصحافه الوطنيه واوضح سعادته ان اتاحه الفرصه لطلبه واقسام وكليات الصحافه والاعلام في الجامعات بمملكه البحرين للمشاركه يهدف لدعم الشباب الاعلامي الجامعي وتشجيعه على الابداع والتطور في هذا القطاع الحيوي وتهدف جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة إلى الاحتفاء بالصحفيين وتكريمهم وتقدير إساماتهم الجليلة وتشجيع الإبداع والتميز في صناعة المحتوى الصحفي البحريني وتعزيز روح المنافسة بين المؤسسات الإعلامية لتقديم أفضل محتوى صحفي وتشجيع الكفاءات الإعلامية الشابة في كليات الصحافة والإعلام وفتح المجال أمامهم وتنويع المحتوى الإبداعي والتفاعلي الرقمي على مواقع الصحف وحسابات المؤسسات على شبكات التواصل الاجتماعي